الأيام أيها الناس اسمعوا رجال نساء، رواية من الإمام الصادق. أنا واجب أن أجي على هذا المنبر أقول قال الصادق وقال الباكر، اللي يسأل خلي يسأل مو كلامي. الإمام الصادق عليه السلام يقول: مر عيسى بن مريم بقبر مندرس. الحواريين قالوا: يا روح الله أحي صاحب هذا القبر. جاء عيسى صريح القرآن: وإذ تحيي الموتى بإذني. قال له: قم بإذن الله يا عبد الله. قم. قام الرجل اتبعثر التراب من نفسه، نفض التراب، رجال لابس كفن أبيض جاء: السلام عليك يا روح الله. النبي عيسى عليه السلام نظر إليه قال له: شنو كان عملك بالدنيا أنت؟ كيف رأيت الموت؟ قال: يا روح الله الموت رأيته كمن يقرض بالمقاريض، الشدة مثل واحد يأخذون لحمة وهو حي بالمقص يقصقصوه. هل أبي أنا تأذيت؟ زين، كم سنة صار لك ميت؟ حسن في زمن فلان ملك شافوا هذا، كم قرن صار لما توفي؟ ماذا رأيت؟ قال: يا روح الله كان عملي في الدنيا حمال. حمال حمال اللي هذا عمل متواضع الآن في مجتمعنا، الحمال. أنا عملي كان حمال، أحمل ثقل لزيد لعامر لفلان وفلان، عشيل من هالمنطقة إلى هالمنطقة، يعطوني 10 فلوس 20 فلس، لقمة خبز أعيش مع أهلي. يوم من الأيام حملت رزمة من الحطب، حطب شايل على ظهري دي امشي في وسط الطريق، لساني قام يلعب بين اسناني، شفت اكو ذرة من الطعام بين اسناني، الحطب اللي كان على كتفي قطعت عودة صغيرة من الحطب وخللت بي اسناني ورميت العودة. لما وصلت الحمل الى الهدف الى المقصد نسيت ان استحل من صاحب الحطب، اقول لحجي صاحب الحطب: ترى انا عود رفيعه من حطبك شلعته وقطيته بالشارع. نسيت الان هالمده من يوم ان مت الى يومنا هذا دي حاسبوني على هالعوده. به 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 به. تعال يا عيسى ابن مريم اليوم بالكويت شوف شكو، ما شاء الله عوده عوده. ممكن جماعه يقولون لا دي يحمضها السيد، زين القران شو تسوي له؟ هذا القرآن أهم من الرواية، أكبر من الإمام الصادق. اسمع: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال، هاي عودة، المثقال أصغر من العودة، قرآن، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، الحسبة يوم القيامة، وكفى بنا حاسبين، محاسب دقيق. شو اسوي حساب الله عزائي؟ ها؟ لا شك احنا بعد كم يوم رايحين من هذه الدنيا، رايحين مو هاليوم، بعد سنة بعد سنتين بعد 5 سنوات نطلع ان شاء الله بسلامة من الدين، نطلع. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. ولكن لما الامام علي عليه السلام يجي ويشوف أبدان الموتى بعينه البرزخية في القبر، ينظر يقول الأصحاب: أما العظام فقد نخرت، العظام راحت، أما الأبدان فقد تقرحت، الآن الأجسام مجروحة ورايحة ومدمرة، فالعيون الجميلة غاية تطلع على الخد اليوم الأول من الدفن، الميت اليوم الاول من دفن عيونه تطلع من الحدقه توقع على خده، هاي العين اللي شويه صار بيها كذا، رحت الى اسبانيا ورحت الى روسيا والاف الدنانير صرفت على عينك، العين العزيزه تطلع، هاي الخدود يصير عليها الديدان والتراب، ليش شويه بعض ما يفتح عينه؟ اجى ذاك الرجل وصل الى الوادي صاح: أسكان بطن الأرض هلا ذكرتموه؟
لكم على الظهر رضيتم بأكفان البلاء حللا لكم وكنتم أولي الدباج والحلل الحمري وكنتم تؤذي الحشايا جنوبكم فكيف رقدتم والحشايا على الصخرين ألا يا قبور هاي ليالي رمضان هاي الليالي الحلوة هاي اللي إذا تروحوا بعد ما ترجع ألا يا قبورا زرتها بعد موتها ألا يا قبورا زرتها غير عارف بغا ساكن الصحراء عن ساكن القصر ألا يا قبورا زرتها غير عارف بها ساكن الصحراء عن ساكن القصر ساكن الصحراء مات حمل وياه كفن وساكن القصر مات حمل معاه الكفن كفن وكفن نزلوهم بالقبر واحد مثل الثاني خلص ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة هذه الآيات أعزائي تهز الإنسان شوي يفكر يقول سكان بطن الأرض احنا الآن سكان ظهر الأرض أنا وياك نمشي على ظهر الأرض ولكن أكنا سكان بطن الأرض زين الأرض تخاطبني احنا هاي الأرض الأرض اللي نمشي عليها تخاطبني مو إلي وإلك إن شاء الله احنا من المؤمنين إن شاء الله تخاطب ذول الذي يعلنون بالفسق والفجور هذول الذي يمشون على الأرض يأكلون نعمة الله ويعاندون الله ها يعاندون يمشون الأرض تخاطبهم تقول له الأرض تمشي على ظهريها متكبرا تمشي على أرضي عاصيا لله سوف يأتوك في بطني اصبر بعد كم يوم يجيبوك عندي هناك القبر يعرف شو يسوي هيك انسان